ما شاء الله يا أخي. أهلا بك. ما شاء الله ما شاء الله يا أخوة. الذي يقول هكذا سمير. السلام عليكم إخوتي. وعليكم السلام. سنذهب مع السيد أرطغرل يا دوغان. شكرا لكم يا إخوة، ليفتح الله طريقنا جميعا. آمين. زوجاتنا وأخواتنا يودعن أخواتهن في المشغل. لنرى الأم هيمة ونطلب السماح منها، وبعدها سنخرج بإذن الله. هيا. محاربون كثيرون قد خلفوا بوعدهم. ماذا نفعل يا أخي؟ ألم نقل إن اضطررنا نذهب وحدنا؟ نعم يا بامسي، لكن ما بذلناه من جهد سيذهب هباء ما لم يأت. لا يا أخي، لن يذهب شيء، لكن تحلى بالإيمان، ربنا سيعطينا مكافأة جهدنا. يا أخي افهم أن الصبر هو نعمة وشفاء، ونحن نفعل ما بوسعنا، بقي علينا أن نتوكل على الله. سامسا وكايا قد جاءوا لوداع إخوتهم. مرحبا. مرحبا. لم نأتي لوداعكم بامسي. ونحن أيضا سنأتي معكم. يا إخوتنا، كيف يأتي محاربو الدودورغا معنا؟ أنتم ونحن لا فرق بيننا، ولا تنسى أننا جميعنا أتينا من نسل أوغوز. اتخذنا قرارنا أخي، سنذهب مع سيدنا حيث يذهب. هيا إذن يا إخوتي، هيا. ما شاء الله ما شاء الله، أنا لن يستطيع أحد إيقافنا. ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا إخوتي. سنكون معه. الحمد لله. أهلا بكم. أهلا بك. أنتم ستسببون الهلاك للقبيلة، أنتم قلة لن تستطيعوا أن تصمدوا. ماذا تقول يا أخي؟ بعد موت سيد توتكين لم يبقى مكان هنا، والسيد أرطغرل هو سيدنا. أنت تتكلم دون أن تعرف شيئاً، ألا تعلم أن ثلة شجعان يغلبون جيوشاً؟ حكمنا هو أعراف أجدادكم الأوغوز فقط، هل الذهاب وترك القبيلة موجود في أعراف الأجداد؟ ماذا تقول يا هذا الرجل؟ توقف. اتركني أضربه يا أخي. لا زلتم تتحركون على هواكم، لم يولد بعد محارب يخرج من هذه القبيلة هكذا من دون أن نعيده بحد السيف. تعال أيها. هل سترفعون السيوف على إخوتكم؟ ماذا تفعلون؟ أنزلوا أسلحتكم. اهدأ يا أخي. الذي يقول سوف أريه. اذهب يا أخي ولا تجلب لنا البلاء. سوف تجدون بلاءكم، سوف تجدونه. ذهاب أرطغرل سيكون خيرا للقبيلتين، وسنجد الأمان الذي نبحث عنه. سوف نتخلص من البلاء حين يذهب أرطغرل، فليذهب إلى جهنم، لكن لن أسمح بذهاب واحد من المحاربية معه. هذه مسألة الكاي، فكيف تتدخل أنت؟ الأمير سعد الدين يفكر مثلي. إن القبيلة التي لا تحتفظ بمحاربيها لا احترام لها، ولن أسمح بهذا. كيف سيدي؟ كيف ستفعل هذا؟ عشرة من محاربين سيدي استعدوا للخروج مع أرطغرل. هل فهمتم الآن كيف سأتدخل؟ لكن سيدي، كايا وسامسا يريدان أن يذهبا خلف السيد أرطغرل. هما الوحيدان اللذان بقيا تذكارا من توتكين، وسوف نحاسبهما. ليتحرك المحاربون، تجهزوا بسرعة. بأمرك سيدي. لنكسر ذراع أرطغرل وجناحه.